كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. العاشر من رمضان، يعني في نفس التوقيت في 10 رمضان، ولكن هنرجع بالزمن سنين، هنرجع لعام 1973. كان 10 رمضان والناس كانت الساعة 2 الظهر، يوم رمضان عادي بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للمصريين زي أيام رمضان العادية اللي الناس بتمشي فيها. وفجأة الثانية ظهرا جاء البيان الأول للقوات المسلحة. البيان الأول ده رج مصر، رج مصر كلها. يعني مصر كلها كانت، أولا الشعب المصري كان كله صايم وجنودنا على الجبهة، والناس كلها مش مصدقة إن إحنا عبرنا قناة السويس. البيان من قوته، من لغته، من الحماس، وطبعا المصريين كان بالنسبة لهم النصر ده هو الروح اللي عدت كده في القلوب، هو الرئة الجديدة اللي تنفسوا بيها العزة والكرامة. وسريعا جدا اتغير الخرائط في التلفزيون المصري هنا، تغيرت تماما، وبدأ طبعا الإذاعة والتلفزيون خلاص يبقوا مع النصر، نصر العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر. اللي بقى يوم الحقيقة الفرحة كانت فرحتين، من يوم 6 أكتوبر احنا عارفين، وكان موافق 10 رمضان لحد النهاردة واحنا بنحتفل بالاثنين، السادس من أكتوبر طبعا والعاشر من رمضان، محفور الحقيقة في قلوبنا. وبدأت الناس بقى زغاريد في الشوارع وفي البيوت، وبقى شهر رمضان اللي هو شهر حقيقي احتفال وشهر البركة وشهر الخير، بقى كمان معاه شهر النصر. وبقى الحقيقة يعني العاشر من رمضان 73 كان شهر مميز جدا، وتغيرت الخرائط والناس بقت تهني بعض، وطبعا الاحتفالات والإحساس، والناس عايزة يعني إزاي توصل لجنودنا وإزاي توصل لهم كل الخير وإزاي تساند الناس في الشارع. وبدأت الناس الحقيقة كلها كمان تبقى في موائد رحمن، وبتبقى كلها بركة ونصر بشكل كبير. جيل ورا جيل فضل بعد سنين طويلة وعقود الناس كلها بتحتفل بنصر أكتوبر وبالعاشر من رمضان. وعلشان كده احنا عمرنا ما بننسى، لأن احنا دايما في معركة طول الوقت، عندنا معارك، معارك في التنمية، معارك في البنى، معارك كمان نبني بيها طريقنا نحو جمهورية جديدة. فكل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم لما تتذكروا ترفعوا راسكم كده، ويبقى عندكم العزة والكرامة دايما بإذن الله. كل سنة ومصر بألف خير. تعالوا نبدأ معاكم أخبارنا للتاسعة لليلة. أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان قاضي التحقيق والمسؤول طبعا قاضي التحقيق عن محكمة الاستئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي. وأصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل 5 مراكز، هم مركز المبادرة للدراسات والاستشارات، المركز الثاني الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي، وطبعا مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان، مركز نديم لعلاج التأهيل النفسي لضحايا العنف. تضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر، وقوائم أيضا المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة. وأوضح قاضي التحقيق في بيان صحفي له بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجمعيات التي شملتها التحقيقات للقضية 173 لسنة 2011. وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية، وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر. مزيد من التفاصيل أيضا نعرف هذا الموضوع بخصوص المنظمات والكيانات، معايا الكاتب الصحفي محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. أستاذ محمود مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، وأهلا بك وكل المشاهدين للقناة الأولى وبرنامج التاسعة. وانت بألف خير، يعني قول لنا هذا، يعني هذا البيان، وأيضا يعني أن تم إسدال القضية وقفلت القضية الخاصة بهذا العدد من ال5 مراكز. يعني المجلس القومي لحقوق الإنسان بيرحب بقرار قاضي التحقيق المنتدب في التحقيق في القضية المعروفة بالتمويل الأجنبي،
واحنا شايفين ان ده تحرك ايجابي جدا من جانب قضاه التحقيق ووزاره العدل لانهاء هذه القضيه تماما ورفع اسماء الممنوعين من قوائم السفر، وده تحرك ايجابي جدا وبيدي دفعه قويه للمجتمع المدني وبيأكد ثقه المتابعين يعني التحرك الاصلاحي اللي حصل في مصر واللي تبعوا الحوار الوطني والقرارات الصادره عنه واللي كانت بعدها تضمن دعوه لانهاء هذه القضيه وغلق هذا الملف تماما حتى يكون يعني بادره ايجابيه للتحرك نحو الاصلاح السياسي ودفع اكبر لعمل المجتمع المدني وانفتاح على المجتمع المدني بكل يعني تياراته وكل طوائفه. طيب كمان يعني كده خلينا نقول بانه يعني هذه القضيه اللي اخذت الحقيقه يعني وقت طويل، اعتقد كده انه هل في حيتم ايضا بالنسبه لكيانات اخرى؟ لا خلاص، هو كده يعني تصدر الستاره على هذه القضيه. هم كانوا 85 مؤسسه ومنظمه تم اتهامهم في هذه القضيه، ثم صدر القرار اليوم من قضية التحقيق بعد اجراءات تحقيقات يعني مستمره مع هذه المؤسسات ومع يعني القائمين عليها حتى ثبت انه لا يوجد وجه لاقامه الدعوه، وبذلك يتم انهاء هذه القضيه ويتم رفع اسمائهم من الممنوعين من السفر، وكمان يقدروا ان هم يتصرفوا في اموالهم واموال المؤسسات الخاصه بيهم ويقدروا يشتغلوا خلاص يشتغلوا يعودوا مره اخرى الى العمل. يعودوا خلاص العمل مره اخرى تماما بالضبط. يعني عموما بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمود بسيوني الكاتب الصحفي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، وزي ما حضراتكم عرفتم انه لا صوت يعلو سوف يعني أكثر من صوت القانون، لا صوت يعلو فوق صوت القانون، ولكن التحقيقات إذا كانت بتاخد وقت فهي للصالح علشان زي ما حضراتكم شفتوا يبقى تحقيق بكل القضايا والتعريف بكل الأشياء، وعلشان كده كل شيء يبقى واضح تماما. بعد فاصل قصير نتواصل مع حضراتكم ومزيد من الفقرات وأيضا كواليس بقى الخاصة بالدراما وأخبار أخرى. بعد فاصل قصير نعود إلى حضراتكم، تفضلوا. اهلا اهلا بحضراتكم. طبعا واحنا بنتابع يعني مسلسلات المتنوعه الكتيره الجميله اللي موجوده على شاشه رمضان، لكن انا عايزه اقف دلوقتي عند مسلسل بعينه لانه محقق نجاح كبير جدا، مسلسل مسار اجباري. المسار اجباري طبعا اللي مشيته عيلتين تقريبا مع الشباب. المسلسل بيعرض على شاشه القناه الاولى على منصه واتشت، والمسلسل بيقدم في الحقيقه دراما اجتماعيه شيقه جدا بتدعم الوجوه الجديدة، وده أجمل حاجة موجودة في المسلسل اللي هو الثقة، إنك تدي الثقة وتدي الفرصة وتدي الدعم لوجوه جديدة زي عصام عمر وأحمد داش. لكن كمان الملفت في ده كمان هو الأداء العظيم بقى للنجمة الكبيرة صابرين، وده مش جديد على صابرين. صابرين نجمة كبيرة عملت يعني أدوار متنوعة كتيرة، عندها خبرة، لكن صابرين الحقيقة بتفاجئنا. يعني أنا شخصيا من الناس اللي متابعي لمشوار صابرين الرائع، وهي دايما بتفاجئنا. يعني ما تقدرش تقول صابرين هتعمل ايه في العمل ده، او صابرين هتبقى شكلها عامل ازاي او ادائها ازاي. انا كمان سعيده لان هي وجودها في المسلسل ده مدي دعم كبير جدا، خبره كبيره جدا، الاثنين من الشباب يبقوا موجودين ومعاها كمان بسمه، فده طبعا بيدي يعني تقل كده، وبيبقى فيه اجيال صابرين تتلمذت على ايد اجيال كتير جدا. وكانت النجمة الجميلة، وطبعا هي مازالت جميلة وأجمل كمان من سنين كتير، وهي دايما مشرقة ودايما متنوعة، وشفناها مع عديد من الفنانين. لكن هنا هي صابرين النجمة الفنانة الكبيرة اللي بتدعم كمان الشباب وبتقدم دور مهم قوي. خليني أروح للفنانة الجميلة صابرين ونكمل كلامنا سوا. صابرين مساء الخير، كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا شفكي، مساء النور، رمضان كريم عليكي وعلى كل مشاهدينك وعلى العالم كله يا حبيبتي. منورة شاشة رمضان، وأنا دايما بحس إنه يعني صابرين دايما انتي مذهلة، يعني ما بنبقاش عارفين هتقبلي إيه مش هتقبلي إيه، تعملي أدوار عظيمة ودايما مشاهد عظيمة، دايما موجودة داعمة للفن بالذات الفن الجيد، فوجودك هنا في المسلسل مهم جدا،
وكمان وجود الشباب مهم، انتوا عاملين حاله رائعه الحقيقه يعني. ربنا يخليكي، هو الموضوع جديد ده جماله، وموضوع عارفه اجمل حاجه فيه يا شفتي، يعني انت في مقدمتك بتقولي ان ما تبقيش عارفه هتقدم ايه هتعمل ايه. صحيح. ما بقبلش اي حاجه، انا بقالي 4 سنين تقريبا او 3 سنين بعتذر عن حاجات كتير جدا، وفي الاخر خالص بيهمني قوي ان الدور يتصدق وان العمل يتصدق وان الموضوع. فانا بصراحه اول ما قريت اول 3 حلقات قلت لهم انا معاكم، يعني حبيت، قلت لهم انا عارفه كلمه حبيت الموضوع طبعا. يعني حبيت وحسيت اني لا لازم كمان يعني الواحد يدخل ويعمل اللي عليه، وزي ما ناس كتير وقفت في اول طريق مع طريق معانا جدا في طريق صحيح. على اساتذه كبار جدا وعلمونا وكمان كمخرجين كمؤلفين صحيح. كنجوم، فاحنا اتربينا على المدارس دي اللي هي العطاء، وان نصدق الموضوع وندعم المواهب الشابه ومصر ولاده. واحمد داشم ووسام عمر جمال جدا 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 ومحترمين ومعجونين موهبه وانا حبيتهم قوي، ونادين خان كمان مخرجه طبعا يعني جميله، بنت الوز عوام، بنت الوز عوام طبعا بالظبط كده. فاقول لك على حاجه، انا كمان كل القرون اللي معايا ولاد صحابنا يعني. أيوة. ولاد نجوم ولاد فنانين وكده، وفاهمه قصدي ازاي يعني، في الاخراج في التصوير، فتلاقي كلنا عيله واحده. فده أيوة. ده الانطباع وعلى فكره الانطباع ده موجود على العمل، موجود على الشاشه بالظبط بشكل كبير. طيب انا عايزه انتقل طبعا، يعني صابرين انا لسه كنت شايفه لك حاجه قبل رمضان بجد، ولقيت نفسي بتابعها، حاجه كنت عاملاها طبعا مع العملاق محمود مرسي، وكنت انت لسه في بداياتك، يمكن كنتيش كملتي حتى 20 سنة، لكن يعني بجد حاجات كلها أجمل من بعض. لكن أنا هنا عايزة أرجع عند القصة تحديدا. القصة طبعا إنه ست تبقى متجوزة 20 سنة وعلى علاقة طيبة جدا مع زوجها، وبعدين تتفاجئ إنه متجوز بأخرى وعنده عيلة تانية. يعني أيوة. انتوا اتعاملتي ازاي مع الموضوع ده انت نفسيا عشان تقدري تقدميه على الشاشه؟ بامانه كلمت الدكتور باهر جودار، قلت له انا بس عايز اسال على حاجه، احنا مش عارفه، احنا برضو في ازمه في موضوع ان السيناريو والسكريبت ما بقاش عندك كله 15 حلقه طبعا. فانا قلت له انا بس عايز اعرف حاجه، لو 2 هيتخانقوا وهيحصل مش عارف ايه والحاجات الكلاشيات اللي بنشوفها دي انا بعتذر، انما لو الموضوع هيبقى مختلف انا معاك. ايه يا استاذ؟ فكنت خايفه ان هو يبقى بقى عيلتين يقعدوا يتنحروا كده. خلاص خلصت وعملتها انا قبل كده. أيوة. وخلصنا يعني. فقلت لا انا عايزه اشوف دور الام هنا ايه. فقال لي لا دي هتبقى هنا وحد يعني هادي بيفكر متعلم من طبقه ارستقراطيه الكلام ده، وحد مختلف تماما بطيبه وعفويه وكده الدور اللي بتقوم بيه بسمه. وهنا العيلة مختلفة وهنا مختلفة، فاحنا عايزين نعرف الفرق العيلتين دول لما هيجتمعوا هيحصل بيهم ايه؟ لان هم كمان مالهمش ذنب، لا انت ليكي ذنب ولا العيلة التانية، ولا ليها ذنب، يعني اللي عمل القصة ما بقاش موجود يعني. فيعني اللي حتى انتوا لو عايزين تتخانقوا معاه هو مش موجود اصلا. هو مش موجود. أيوة. بالظبط كده. وبعدين لبسنا كلنا تهمة ان احنا نحافظ على سمعته برغم ان هو ما حافظش عليها وهو ما عملش ما حافظش علينا. فدور الامهات هنا مع الشباب ومع اولادنا ان لا هو الموضوع سمعه دول اهم بقت من سمعته. صحيح. يعني فاهمه قصدي ازاي؟ التضحيه بتاعت الامهات والام الاب تو ديت بتاعت دلوقتي. ايوه طبعا. مش الست اللي قاعده على خدها، لا هي بتحصل ايه. صح. وبيقعدوا يتناقشوا، وكمان لغه الحوار بين الامهات والولاد والمشوره، وفجاه تحسي اني حسين ومامته وبات يعني اللي هو اداش وبات معانا في البيت، بيجوا ناخد ارائنا مع بعض ونتداول. ايوه انت عارفه ان ده بقى عاجبني ليه؟ لانه وكان الزمن، هو زمن اتغير فعلا، وبقت بجد المساله فيها عقلانيه والاهتمام بمستقبل الولدين كل ام. أيوة. كمان لان انتوا بداتوا الحلقات كل ام يعنيها قوي اولادها، يعني طبعا. اولادها دول حاجه مهمه، اللي عايز يسافر فرنسا ويبقى يتعلم اكتر ويعمل طبعا. الام الثانيه عامله مشروع لابنها، فيعني طبعا. اللي هي مع اختلاف الفئات المجتمع، لكن الام ام زي ما انت قلتي بالظبط. فهو وام ده اللي جمعكم.
طبعا، وام جديده وام ناصحه وام بتتناقش مع العيال، مش بتدي اوامر، هو مناقشه. وبعدين لو تلاحظي في المشهد مثلا بتاع امبارح، انا طول الحلقات ما فيش دموع نزلت خالص. صحيح. انا طول الوقت ام قويه جدا، لحد مشهد واحد انا بخش له وبتسند على كتف ابني. أيوة. لاني الموضوع فاق طبعا ان انا ابقى صامته وساكته واتحمل، لان في الاخر الست سته برضو. طبعا طبعا، والمشاعر الانسانيه برضو بتبقى واحده، ما بتبقيش كمان انت مش لاقيه الشخص اللي تساليه طب ليه وازاي. ايوه، فالاسئله جواكي. والخوف على الاولاد. والخوف، والخوف على الاولاد. ما انت برضو مش هو بس ولا انا بس، ده في اتنين تانيين غيركم، يعني عندي انا كعيلتي في بنت وولد تاني صغيرين، يعني فاهم ازاي؟ طبعا. انا عايزه اخش اسالك بقى على التفاصيل الفنيه، يعني ايه؟ خليني يعني بيحضرني طبعا، انت يعني دخلتي اللي عملتي اكتر من عمل مع عمالقه، يعني واجيال سلمت اجيال، لكن وانت شاهده. طبعا شاهده جدا، يعني مش ممكن ننسى لصابرين، بس حتى ام كلثوم، يعني انت دايما مذهله يا صابرين، ربنا يخليكي. لكن وانت بقى في العمل، يعني انت نجمه كبيره، تاريخ كبير، بيبقوا الشباب بقى عندهم كده رهبه الان، ولا كمان ده اتغير لانه الاجيال قربت من بعضها كتير كمان؟ شوفي، هو اول يومين بيبقى بيحصل كده، يخشوا يا استاذه ومش يا استاذه والحاجات. أيوة. وانا بصراحه ما بعرفش امثل في الجو ده. أيوة. يعني لان انا طول عمري بتعامل بعفوية، يعني بروح بالظبط كده، مش عايز، وانا مش عايزه اكبر برضو يا شفتي، مش عايزه ابقى الاستاذه والحاجات دي، لا يا اختي برضو عايزين نبقى. انا معاك يا ابني، تعالى بس قول لي مشكلتك ايه. تعالى حبيبي، احنا بنهزر يا يعني انت قول لي بس مشكلتك ايه. فحتى كمان في كليب نزل اللي هو التيك توك معاهم، وانا بنغني وبنعمل حاجات، ونزل وكسر الدنيا، كل الشباب حابينه قوي، فانا برقص، يعني برقص وبغني معاهم عادي. انت يعني اصلا جواكي استعراض وغنى واحساس. هم يقعدوا يقولوا كده، احنا حاسين ان احنا يعني مع صاحبتنا، مش مع امنا، يعني مش حاسين بده. ايوه. فالحمد لله ده لذيذ، انا بكسر ده خالص بقى. أيوة. بيقعدوا يقولوا لي كذا، بقعد اقول تعالى هنا مش عارف ايه، ونقعد. أيوة. وادلعهم ونهزر ونقول شفت انت، قولوا لي بقى الصوت عندكم دلوقتي. فبنقعد في الكواليس كده، ونادين كمان حد، بنقعد نضحك طول الوقت وكده، لما بيبقى طبعا في جو لذيذ. وكمان زي ما قلت لك، بنت ماده ذكي وكمال بورايا معايا، حبيبه. أيوة. بورايا مساعده مخرج، ومعايا ابن الصاوي، محمد صاوي ممثل جميل. أيوة. ابنه كامرمان. فكلنا بنقعد ولادنا، يعني عيله فنيه يعني. فما فيش هنا استاذه ولا حاجه، ده هم عائلات مع بعض. انا صاحبه ماما وبابا وصح، واحنا كلنا اصحاب. صحيح. هم كمان مولودين مع الجيل في بيوتهم، فنانين، فالمساله شاربين الفن كله. شاربين بالظبط كده، بالظبط كده. اكيد يعني، اكيد يعني. فبالتالي الحمد لله بتبقى المساله لا لذيذه، وفي الاخر بنخرج احنا لحد دلوقتي بنكلم بعض في التليفونات وبنهزر، يعني لا لا خالص. فكره ال 15 حلقه يا صابرين كانت بالنسبه لك كمان مريحه نفسيا، انه انت برضو بتعملي تجربه جديده ف 15 حلقه؟ وبيني وبينك كده، لما شفتي بقى المسلسلات قلتي لا انا اخترت كمان صح، انا دوري هنا صح. الحمد لله المسلسل نجح وعملت 15 حلقه ناجحين، يعني الحمد لله. قولي لي كده، يعني بينا وبين بعض محدش سمعنا. هقول لك، محدش سمعنا خالص، بيني وبينك يعني بصوت واطي. بالظبط. اجمد مسلسلات اللي نجحت في الفتره اللي فاتت، اللي انا تربيت فيها على ايدين الناس زي ما قلتي الكبار، انا عامله مسلسل اسمه ضمير قبل حكمه مع الفنانه الكبيره فاتن حمامه. طبعا. كان 13 حلقه. اول ظهوري في ليله القبض على فاطمه مع الاستاذ اسامه عراكاش، لا مع الاستاذ محسن زايد الله يرحمه، استاذ محمد فاضل ومدام فردوس، 13 حلقه. هلا والدراويش مع الاستاذ محمد جلال عبد القوي، 15 حلقه. فانا بالنسبه لي من المدارس اللي ممكن 15 و13 مفيش مشكله، لسبب كمان يا شفكي، بدام ما قل ودل هو الحدث، وانك بتجري ورا الحدث، مفيش تطويل، مفيش تمثيل فيك، مفيش مشاهد انت مش حاساها عشان يبقى في تايم. طبعا. الموضوع ده قد ايه بيؤرقنا كممثلين، انت فاهمه قد ايه بيضايقنا؟ تحس تقول يا جماعه انا مش قلت الكلام ده قبل كده، هو انا يا جماعه مش مثلت المشهد ده قبل كده؟ دي
حاجه مش حلوه خالص طبعا خالص طبعا. فانا بالعكس انا مع 15 حلقه جدا تجديد وتقدري تعمليها. لكن هرجع اقول لك في اعمال بنشوفها لتركيا، في اعمال بنشوفها اوف سيزون كبيره جدا لكن مخدومه مكتوبه صح. ايوه يعني كله اذا كان هياخد على حسب الكتابه. ايوه اذا كان هياخد وقت ويبقى محتاج العدد ده هيبقى تمام. طيب في النهايه كمان عشان برضو ما نبعدش الاخراج، يعني نادين خان احنا شمينا ريحه محمد خان كمان في المسلسل طبعاً. ده الكاميرا طبعاً. اللي في الشارع، الراديو اللي شغال، الناس الطبيعيه اللي في الشوارع ما بيموتش. ايوه ايوه حقيقي صحيح. بجد لاني نكهه محمد خان انا شايفاها مع احترام الالقاب، يعني انا شايفاها بكدرتها في الطبيعه بتاعه الشوارع، في الديكومنتري اللي حاطه ما بين المشاهد، في تزييقك للحاله، في اختيار اللوكيشنز، في كل الكلام ده طبعا. لا محمد خان موجود بقوه يعني اب تو ديت يعني مع نادين اكيد بجد. طيب فاضل بقى يا صابرين عندي حاجه، انا عليا اجيب لكم شويه كحك حلوين وانت تجيبي العيله بتاعتك وهنجيب لك العيله الثانيه ونقعد كده قاعده عائليه بقى، ايه رايك؟ من عينيا. عايزين نعمل كده. يلا هنجمع العيلتين ويكونوا الولاد لقوا السر العظيم اكتشفتوه كده ونيجي كده نقعد مع بعض قعده حلوه ان شاء الله. حبيبتي تحت امرك وكل سنه وانتم طيبين وانت وعيد مبارك ورمضان مبارك وكل ايام دايما متالقه. وعايزه اقول لك ان انت ما شاء الله زي القمر وبتصغري ما بتكبريش، فما تخافيش ما تقلقيش ابدا يعني. حبيبتي كل سنه وانت طيبه. حلوه وانت طيبه يا قلبي وانت طيبه. ويفضل المسار اختياري بس اجباري على رمضان. يعني كل سنة وانتم طيبين ومبروك. الروح بتبقى حلوة جدا زي ما انتم شايفين لما يبقى الفنان كمان حابب فنه فيقدر يدي كمان أجيال وأجيال، لأن هو ده جمال الفن، يعني اللي هو أنا بسلم جيل وجيل مع جيل. على فكرة أنا بلاقي دايما أحلى لما بيبقوا أجيال مع بعض أكتر ما يبقى جيل واحد بس اللي موجود على الشاشة، فكل ما يبقى فيه هذا التنوع بيدي كمان كده تنوع للقصة. مبروك مسار إجباري المحقق الحقيقة، يعني نجاح اجتماعي كبير والناس الحقيقة مهتمة جدا بالمسلسل. مازال عندي أخبار وفقرات كتيرة في التاسعة، أرجوكم بعد فاصل قصير عودوا إلينا. عارفين الشعار السنة دي اللي بترفعه المتحدة شهر الفرحة، وأنا بحس الحقيقة كمان في الدراما السنة دي وجود شباب كتير، وجود حتى أطفال، وجود أسر وعائلات، وكأن مناقشة المسائل العائلية بقت كتيرة جدا في الأعمال، عاملة نوع من أنواع البهجة بالذات الشباب، الشقاوة، اللطافة، اللذاذة بتاعتهم عاملة كده بهجة لطيفة. طيب تعالوا بقى زي ما احنا كمان عودناكم في حلقات التاسعة في شهر رمضان ان احنا نقدم تحليل للمحافظات الأعلى مشاهدة وبحث. ليه بنقدم ده؟ علشان برضو ما هو المسلسلات مش بس احنا المجموعة اللي في القاهرة واسكندرية المحافظات، لكن نشوف كل مين بيشوف ايه، مين مثلا الموضوعات دي قريبة منه. واعتقد انه البحث ده اتمنى انه السادة العاملين في الدراما لو اهتموا بيه كمان على مؤشرات البحث يمكن تكون يعني زي دليل ليهم في السنوات المقبلة، اللي هو تعرفوا الناس بتشوف ايه وبتحب ايه. النهارده اخترنا معاكم، احنا كل اسبوع بنختار مسلسل او مسلسلين، لكن النهارده اخترنا معاكم امبراطوريه ميم. وطبعا امبراطوريه ميم لانه مسلسل اجتماعي مليان شباب، قصه لاديب كبير احسان عبد القدوس والنجم الكبير طبعا خالد النبوي. المحافظات الاعلى بحث عن المسلسل وفقا لجوجل، طبعا زي ما انتم شايفين معايا على الشاشه، تخيلوا الوادي الجديد رقم واحد، تليها الاسكندريه، ثم بورسعيد، ثم القاهرة، ثم الإسماعيلية. والله أنا سعيدة جدا إنه الوادي الجديد تطلع مؤشرات البحث بالنسبة لإمبراطورية ميم هي الأعلى، وده معناها إنه يعني في الوادي الجديد رايحين ناحية العيلة، فكرة العيلة والشباب، وده شيء جميل جدا يعني بالنسبة له. حاجة كمان يعني دايما بتخلينا دايما سعداء لما مؤشرات البحث تلاقي انك بتقدم الدراما لاعمال مختلفه انت مش عارف جمهورك ايه، لان المسلسل
مفروض انه جمهوره عريض، لكن بتبدأ تشوف طب الجمهور العريض ده مين اكتر، مين شاف اكتر، مين عجبه اكتر، مين حس انه الاعمال دي وصلت له اكتر وهكذا. طيب تعالوا نروح لمسلسل الحشاشين اللي بيحقق نجاح كبير جدا، كل حلقة الحقيقة بعد التانية. أنا شخصيا أنا كشافكي لما بتخلص الحلقات ببقى زعلانة جدا، عايزة أعرف إيه اللي بيحصل يعني. وطبعا الحلقات بتخليك كمان تقرأ وتقرأ وتقرأ وتتعمق وتشوف إيه اللي حصل. التتابع وتصاعد الأحداث بشكل يومي شيق جدا لكل جزء من الأجزاء، شيق بشكل كبير جدا. احنا كمان عندنا في الحشاشين مش بس التصوير الرائع اللي حضراتكم شايفينه والكادرات والأداء المبهر للممثلين، لكن كمان عندنا صوت الراوي. الراوي صوته مهم لأن هو صوت العمل، بيحكي الحكاية كل أول حلقة، وده مهم جدا لأنه لو حضرتك مثلا فاتك حاجة فصوت الراوي هو هينقلك للحلقة اللي بعدها وهيقول لك إيه اللي حصل وهيقرب لك المسألة. أنا سمعت حد بيقول إيه طب ما تحكوا الحكاية، ما هو الراوي بيحكي الحكاية وبيفكر المشاهدين إيه اللي حصل امبارح، فحتى لو فاتتك على فكرة حلقة هو بيربط لك الأحداث ببعضها، وطبعا بطريقة جميلة وصوت رائع. الفنان أحمد الرفعي، مساء الخير يا فنان. مساء الهنا والفل والريحان يا شفكي هانم، اهلا وسهلا. يعني انا شخصيا بستنى صوتك برضو مع ان انا بشوفها كل يوم، بس برضو بحس ان انت بتلخص بتلخص لنا الحكايه تاني، بتاكدها يعني لو واحد فاتته حاجه انت بتاكدها بصوتك. اشكرك يا رب يكبر بخاطرك، تسلمي يا رب. طيب لما بدات يعني الحشاشين احساسك ايه بقى في الربط وفكره ان انت تبقى الراوي للمسلسل؟ يعني هقول لحضرتك احساسي بالمساله دي، لكن اسمحي لي ان انا اولا اشكر حضرتك جدا على الاحصائيه او البيان اللي حضرتك كنت لسه قايلاه من شويه بخصوص البحث عن مسلسل امبراطوريه ميم، لانه انا لسه كنت يعني امبارح وانا قاعد بتفرج على الحلقه رفعت سماعه التليفون اكلم صديقي وزميلي الممثل والمؤلف عمر عبد الحليم اساله هو انا احساسي بالوقت والنشوه والاحساس اللي مش عارف اوصفه ده، الشجن اللي مش قادر افهمه وانا بتفرج على امبراطوريه ميم، هل انا انسان طبيعي ولا في ناس كتير معايا بتشاركني هذا؟ لا طلع في ناس كتير قوي. لا 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 مش ممكن. انا يعني ايه الايقاع الرائع بتاع استاذ محمد سلامه ده؟ ايه الحوار الرشيق بتاع دكتور محمد سليمان عبد المالك ده؟ ايه التمثيل اللي بقالنا زمان ما شفناهوش؟ صحيح. ايه الموضوع الجميل ده؟ ايه التتر؟ ايه التتر اللي انا مش لاقي كلمه دلوقتي اوصف بيها حلاوته؟ صح. اللي رجعني لايام الدراما بتاعت لما كنت وانا في ثانوي بتفرج على مسلسل عباس الابيض وانا بنزل اجيب حاجه السحور وانا راجع اقعد اردد التتر اللي بيغليه فنان مدحت صالح واكتبه. أيوه. عشان احفظه. انا صح. احساسي ده تجاه التتر ده، سامحيني اذا كنت خدت شويه من الوقت. لا لا انا سعيده انه عجب حضرتك اللي احنا عاملينه، لان احنا كمان مهتمين هنا كبرنامج ان احنا مش بس نرصد المسلسل وجماله، لكن كمان نرصد الحاله، مين في مصر بيشاهد، مين اكثر مشاهده، عشان صناع الدراما كمان يبقوا عارفين المحافظات قد ايه هم مؤثرين فيها. يعني الاعمال الفنيه مؤثره بشكل كبير جدا، احيانا انت يمكن ربما لا تتصور ان عندك مشاهد مهتم قوي باللي بتقدمه وهو عايش في الوادي الجديد، فدي شيء جميل ورائع يعني. طبعا خاصة طبعا انه بتفضل الاماكن كل ما يعني الاقاليم والاماكن البعيدة عن العواصم والمدن الاساسية بتفضل فيها القيم مركزة بشكل اكتر وبيفضل طبعاً. ولذلك هم يمكن تلقوا المسلسل ده وقبلوه قبول حسن. صحيح. طيب نرجع بقى للحشاشين. نرجع للحشاشين. طب ما تقول لنا حلقة النهاردة كده. لا مش نسيبها مفاجأة للجمهور. أيوة. يسمعها كده ويستقبلها. اولا الربط كمان لازم يكون فيه نوع من انواع حتى الدراما، لان انت بتحكي لنا وكاننا بتحكي لنا ملخص لحلقه، فانت لازم تنقلنا بصوتك ما بين احداث كل حلقه. بالظبط. هم في بدايه الامر لما طلبت عشان اقوم بالمهمه دي فهمت انه في اعتماد بشكل او باخر على الراوي في الطريقه اللي اخترعها دكتور بيتر في انه يحكي الحدوته، هي بالشكل اللي حضرتك وصفتيه دلوقتي من شويه.
ويعني من حسن الحظ انه حين تخرجي من المعهد العالي للفنون المسرحيه وتعييني بموجب قرار مجلس الوزراء بتعيين اوائل الخريجين، كان اول مشروع يعني افكر ان انا اقدمه كمخرج للمسرح القومي كان عرض مسرحي في 2012 يتناول الفرقه الباطنيه وجماعه الحشاشين وحسن الصباح. قعدنا نشتغل عليها يمكن حوالي سنتين، ولحكمه من عند الله لم يرزقنا توفيقه انا. سبحان الله. لكن سبحان الله بعد عدد من السنين لقيت انه المخضرم ذاع الصيت الاستاذ عبد الرحيم كمال بيكتب العمل وبيقوم باخراجه العزيز وش السعد زي ما بحب اسميه دكتور بيتر ميمي ان هم يشتغلوا على الحدوته دي، فقلت خيرا فلنبشر يعني او فليكن يعني شيء جميل، لانه يعني يتم تناول الحدوته دي اخيرا اللي اظن انه كان تسليط الضوء عليها في الآونة الزمنية دي في يمكن من حوالي 10 سنين إلى الآن كان مهم جدا إنه الجمهور يشوفها ويعرفها ويدركها بصورة سهلة وبسيطة وجاذبة ولافتة للنظر. أكيد هي فعلا يعني زي ما أنت قلت سهلة ثابتة ولافتة للنظر، وبننتظرها لأنه إيه أنت كمان بتحضر المشاهد إنه يدخل على حلقة جديدة وهو فاهم أكتر ومستوعب يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا لأنه العمل الفني كله متكامل الحقيقة، يعني الراوي أيضا جزء من هذا العمل الفنان أحمد الرافعي، أتمنى لك كل التوفيق بإذن الله. طيب خلينا ناخد فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم سريعا ما تبقى من أخبار لدينا في التاسعة. عودوا إلي. اهلا اهلا بحضراتكم، ما زلنا مع شاشه رمضان. خلينا نروح لفنانه كمان قديره جدا الحقيقه، ما فيش دور بتقدمه الا بتكون هي ليها مشاهد محوريه ودور يبقى محوري، وبيبقى الحقيقه وجودها مميز جدا في رمضان وفي المسلسلات. بتكلم عن الفنانة القديرة سلوى عثمان اللي بتقدم طبعا يعني أدوار متميزة في مسلسلات رمضان، محارب والمعلم وحق عرب. خليني أمسي عليها. مساء الفل عليك يا فنانتنا يا جميلة. مساء النور يا شافكي، ازيك حبيبتي؟ مساء الفل عليكي طبعا يعني، وانتي طيبة وبألف خير. وجودك في رمضان يعني علامة مهمة، وجودك في المسلسل بيدي تقل كده للمشاهد يعني. ربنا يخليكي يا حبيبتي، متشكرة قوي. السنة دي انت بتعملي يعني أعمال مختلفة، ازاي قدرتي تبقي ما بين كل عمل وتدي البصمة بتاعتك؟ بصي حبيبتي، هو أنا يعني أكتر عمل قريب ليا السنة دي هو حق عرب. أيوة. أنا طالعة فيه مامة أحمد العوضي. مظبوط. وطبعا أمه دي بتمر يعني مرت بظروف كده معينة، فبالنسبة لها أحمد العوضي ده اللي هو يعني ابنها عرب هو اللي هيخلي يعني هيجيب لها حقها من الناس وكده، فهو كان حنين وهو حنين عليها قوي وبتاع، فطبعا ده بالنسبة لها يبقى متميز بالنسبة لها كابن يعني. طبعا. وعندي ابن تاني مفروض علي. أيوة. فالابن التاني ده برضو ايه اناني شويه وبتاع، فبالتالي عرب بيبقى الاحن فبيبقى الاقرب لامه يعني. ايوه صح مظبوط. ومن خلال بقى المشاهده بتاعت المسلسل بنشوف بقى المساله ماشيه ازاي، وقد ايه العلاقه بين عرب وبين امه يعني متميزه ومترابطه اكتر من علي، مع ان برضو علي ده ابنها وبتحبه وكل ايوه حاجة. بس عرب هو الحته اللي في الشمال زي ما بيقولوا يعني. ايوه يعني هما الاثنين في قلبها طبعا كأم طبعا. ولكن في مثلا حد حنين شويه، حد مش تاني اناني شويه لنفسه كده هو تبتاع. أيوة. فعرب بالنسبه لها قريب يعني. طيب بيبان ده في الشغل بيني وبين احمد العوض. طيب يعني انت في رمضان اولا انتهيتي من حق عرب، خلصتوا تصوير؟ فاضل لنا حاجه بسيطه ان شاء الله. خلاص حاجه بسيطه. المعلم بقى؟ لا هو المعلم انا يعني مجرد ضيفه، ما يعني ما عنديش اللي هو ما عنديش الحاجه المحوريه ولا حاجه اتكلم عنها قوي، بس انا ضيفه يعني. أيوة. حبيت يعني مصطفى شعبان طبعا نجم كبير واحب ان انا اكون معاه طبعا، وبعدين من خلال المتحده وسنرجي فيعني الحاجات دي بتبقى مهمه انك انت تبقي في وسط. لا وانا بتهيألي ان انت ما بتتاخريش لما تحسي انه في عمل محتاجك حتى كضيفه شرف، بس وجودك في مشهد مهم ممكن مهم في الاحداث ما بتتاخريش عن ده ابدا.
لا انا احب يعني انا بحب مصطفى شعبان جدا يعني كنجم وممثل كبير وكده، يعني كل الكاست اللي موجود هناك، بس وانا نضيفه لانه عرف برضو كان واخد اكتر وقتي الحقيقه يعني. طبعا اخد وقتك اكتر الوقت بالنسبه لك يعني. اخد الوقت. اول مره تشتغلي مع العوضي في رمضان؟ اول مره. اول مره اشتغل مع العوضي بشكل عام مش بس في رمضان. أيوة. وده بيبقى انطباعه ايه يعني، اللي هو اول مره هنشتغل مع بعض بيبقى انطباعه ايه بالنسبه لك، لان انت خبره كبيره وعندك تجارب مختلفه بصي، هو العوضي يعني شخصيه جميله جدا 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 للغايه يعني، وبيحب جدا كل الزملاء بتوعه في الشغل وبيحب شغله قوي، وبعدين بيني وبينه حصلت الحمد لله كيمياء، تحس ان هو فعلا يعني لو شفتينا تحسي حتى في الحقيقه انه انا امه وهو أيوة ابني. ايوه حصل التقارب ده. فيعني انا كنت مبسوطه قوي وانا بشتغل معاه، لان هو كمان كان مبسوط انه هيشتغل معايا ان احنا نبقى طالعين الام وابنها، لانها العلاقه متميزه جدا طبعا في المسلسل. في المسلسل ده. طب وهيرجع لك الحق في الاخر يعني، في الحق حياتك. هو ربنا اللي بيرد الحقوق برضو. نعرف برضو حاجه منك يعني. لا بس انت هتشوفي في الاخر يعني ايه اللي هيحصل. هنشوف ايه اللي هيحصل اكيد، ما احرقش حاجه يعني اكيد. بس فانا كنت مبسوطه ان انا بشتغل مع عوضي لاول مره، واتمنى ان انا اشتغل معاه تاني، والحمد لله يعني الحمد لله احنا موصلين من الشاشه للجمهور قد ايه انه الام دي يعني وابنها في طبعا في لينك كده في التعامل وكده يعني. أكيد. الحمد لله ان ده ظهر على الشاشه يعني. اكيد انت كل عمل بتقدميه الحقيقه دايما يعني بيبقى ملفت للانتباه وخبره واطلاله، فانا بشكرك وكل سنه وانت طيبه ودايما متالقه في كل ما تقدميه. الفنانه الجميله سلوى عثمان، اشكرك شكرا جزيلا. طبعا وقتنا انتهى، لكن شاشه رمضان ما زالت عامره مليئه بالمشاهد والاحداث المختلفه. غدا هيتجدد اللقاء مع حضراتكم باذن الله في موعد التاسعة، بس كل ام خليك حريص انك تقضي معاها اليوم بكره. كل أم وكل أم في مصر طيبة وبألف خير. شكرا وألقاكم غدا بإذن الله.